سكايتك شركة أردنية تعمل في مجالات لغة العصر. كاميرا المؤشر، التقت الشركة المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة بشرى الأتاسي وجاءت لكم بهذا التقرير. صحيح أن عالم التكنولوجيا هو عالم جميل محفوف بالمخاطر، ولكنه عالم سهل على البشرية الكثير من الأمور. اليوم وضمن فقرة في المقدمة سنعرفكم على شركة سكايتك والشريك المؤسس والمدير العام في الشركة بشرى أتاسي. تأسست شركة سكايتك بال 2014. المؤسسين هو أنا وشريك اسمه فادي الكفوف. كنا وقتها يعني لسه بالعشرينات وكان عندنا كل الانرجي طبعا لهلا موجوده، انه كان عندنا حلم انه الاي ار بي سيستمز والقصص النجاح نقدر نبنيها، نقدم خدمه مميزه للعملاء ونتوسع على مستوى الوطن العربي. هلا شركه سكايتك هي شركه اردنيه تاسست بال 2014، هي مختصه بتكنولوجيا المعلومات بالتحديد بنظام اداره شركات ومصانع، يعني بتساعد صناع القرار أن يتخذوا قرارات بشكل أسهل. هلأ سكايتك هي عندها أنشطة بالأردن بالعراق وبالسعودية، هذا التركيز الرئيسي. من أول ما بلشت شركة سكايتك كانت دائماً عم تحاول تقدم خدمات مجتمعية، حتى أنه كان في عندنا مبادرات لتنظيف شوارع. بالآخر تم التعاون مع جامعات معروفة جداً بالأردن لحتى تجهيز الشباب الأردني لسوق العمل، كانت إحدى المشاكل، وشاركت شركة سكايتك بتجهيز المناهج لبعض الجامعات. وكمان شركة سكايتك عندها شراكات مع شركات عالمية مثل شركة SAP اللي عندهم منتج اسمه SAP Business One، هذا بيتوجه ERP للشركات المتوسطة والصغيرة بالوطن العربي وكل العالم. طبعا في مشاكل بتواجه المرأة وفي تحديات كبيرة، أهمها هي المجتمع، العادات والتقاليد اللي المرأة أنه أنت لبيتك جوزك ولادك وبعدين أي شيء تاني بيجي. فهاي الموضوع كمان انه عيب تشتغلي، عيب تحكي مع حدا، هدول الامور كلها عم تحد المراه. لازم المراه يعني تحاول تدافع عن نفسها بهذا الموضوع. شغله ثانيه كمان هي موضوع منافسه المراه للرجل، يعني صار نحن باللا شعور المراه عم تفكر انه هي عم تنافس الرجل، انه هو عم بيحاول يقصيها. هذا الشيء يمكن ما يكون موجود بالرجل عم تعمل معه، ولكن تمزل على الفكره بدل ما تصير تحقق وتركز على نجاحها صارت تحقق كيف أن تركز انه انا كيف بدي انا اثبت نفسي قدامه. خلال الفترة الماضية تعرفت على سيدات أعمال جدا ناجحات ووصلوا وحققوا الأحلام اللي بدهم إياها وأكثر حتى، ولكن لو بنشوف نسبتهم مع نسبة النساء القادرات والأصلا يعني عندهم قدرات بالوطن العربي رح نلاحظ أن نسبة جدا قليلة. هذا الشيء للأسف ملحوظ بالأردن وملحوظ بالوطن العربي كله، ونحن لازم نشتغل أكثر أنه نعزز دور المرأة بمجال مال العمل. مشاريع كثيرة عملت عليها شركة سكايتك، وبإمكاننا القول إنها في مجملها مشاريع من العيار الثقيل. صحيح أن الرغبة هي سر النجاح في الحياة المهنية لكل إنسان، ولكن ثمة عوامل أخرى وعناصر أخرى تضمن تثبيت أقدام ذلك النجاح: المثابرة، العمل الدؤوب، والإيمان بالفكرة.